دائما تشاهدوا في السوشيال ميديا كنشوفوا داك البطل هشام الملولي مدير الضجه، وحنا في مدينه القنيطره اللي عندنا واحد البطل اللي كيعرفوا جميع السكان ديال مدينه القنيطره وسوا في المغرب كامل راه معروف. واسي هشام، قبل التحدي ديال عصام السيتن و10000 درهم اجي ديها بين لينا ونزار السبيتي، راه داك الدري هذا عيف مسكين راه باغي يطلع وصافي. السلام عليكم الأبطال، معكم عصام السيتل، شاب ابن مدينة القنيطرة. ديجا كتعرفوا مدينة القنيطرة مصنع ديال أبطال عالميين وطنيين، اللي أنا واحد منهم. أنا غايور، نقدر نقول لك ماشي بطل وطني ولا عالمي، مي أنا شاب رياضي عندي غير على الرياضة، والطلب ديالي هو كنتحدى هشام الملولي، كنتحدى ناس لا علاقة لهم بالرياضة وناس مختلين عقليا. انا بغيت اكسبتي تشالنج ديالي، غيكون داكشي قانوني، نجيب ورقه من الجامعه ما كاين حتى مشكل، لاسيرونس اللي كاين فيه مشكل نقطعوه، نجيب حكم وطني يحكم لينا على المباراه، داكشي يكون منظم. ولكن انت كيف ما كتقول راجل وكتقبل جميع التحديات، اكسبتي تشالنج ديالي. واخر هضره ليك اخي هشام، وميساج ماشي مشفر علني، نسمع وكمل. اوكي فايت. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.